السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في مطبخ وصفاتي. قبل ما ندوز الوصفه كما العاده ما ننساوش الصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. نكثر من الادعيه والاستغفار ودبا خليكم على الوصفه وكيفيه التحضير. بسم الله. بالنسبه للمقادير غنحتاج نص لتر ديال الحليب، يعني ثلاثه ديال الكيسان، ودائما كناخذ القياس كف ديال العنبه يعني 150 ملل، جوج كيسان ماء، كاس ديال السكر، قياس كاس العنبه. بالنسبه لهذا الكاس فهو كيزين 150 غرام، معلقه ونص ديال الخميره، خميره حبيبات. يمكنكم ديروا خميره طريه، يعني استبدلوها بخميره طريه. انا بالنسبه للخميره فهي يعني كذلك بحال الحليب، السخونيه ديال الحليب والقياس ديال الخميره كيبقاو يعني على حساب الجو. كان الجو هكايا بارد كنقطروا يعني من الخميره وكنسخنوا شويه العناصر، يعني لا الماء ولا الحليب. كان الجو هكايا يعني سخون يعني كيكون الحليب دافي، وكذلك كنقلوا في الخميره. المهم هاد العناصر بجوج يعني كنمشيو على حسب النهار واش سخون، يعني ماشي على الصيف ولا البرد. المهم كنحاول هكايا نشرح لكم يعني باش هكايا ما يفوتكمش هكايا الخميره في الوصفه ولا تجي عاوتاني الخميره قليله. وكذلك غنحتاج جوج علبات ديال البسكويت اللي طحنتهم. بالنسبه للبسكويت يعني يمكنكم ديروا اللي حبيتو، الا بغيتو تعرفوا يعني البسكويت اللي درت انا، درت هاد صابلي، يعني يمكنكم ديروا اللي حبيتو. انا بغيت فقط نوريكم يعني البسكويت اللي درت، جوج حبات بيض. بالنسبه لهذا البسكويت فهو كيعطي واحد المذاق هائل البريوش، هكا ملي كنجيو نتناولو كنحسو هكايا بداك النكهه ديال البسكويت. الا ما كنتوش كتوفروا عليه يمكنكم هكايا تنكهو بالقشور ديال الحامض وكذلك بالفاني. يعني دائما كنمشيو بالنسبه للمنكهات كنمشيو على حساب اللي متوفر عندنا. اما بالنسبه لهذا البسكويت فهو فعلا كيجيب مذاق رائع، ويمكنكم ديروا البسكويت اللي كتفضلوه. نص معلقه كبيره ديال الملح، بالنسبه للملح يعني كتبقى على حساب الذوق. نخلط هاد العناصر مزيان، من بعد غنبدا نضيف الدقيق. بسم الله. دابا غنضيف الطحين ولا الدقيق ولا فرينه اللي غربلته من قبل. اما بالنسبه للكميه غنذكر لكم الكميه في الاخر، يعني شحال بالكؤوس وكذلك بالغرام. وغنخلي لكم جميع المقادير كما العاده في صندوق الوصف. بسم الله. وغنكمل العجين باليد، يعني اليد كيساعدنا احسن لاننا كنعرفوا كاين الملمس ديال العجين وكذلك واش كيحتاج الدقيق ولا يعني كنكتفيو. المرحلة غنضيف جوج اكياس ديال خميرة الحلويات، كل واحد كيزين 8 غرام. وكذلك غنضيف جوج ملاعق كبار ديال الزبدة، ملعقة ديال 100 غرام. بالنسبة للزبدة من الافضل ديروا كيس زبدة طرية، يعني اللي كتكون في الطاسة، باش هكا كتساعدكم وهي افضل يعني بالنسبة لهاد المعجنات. وكنكمل بالعجن والزبدة، دائما كنضيفوها يعني في المرحلة الاخيرة، كيكون هكايا العجين شوية الحرارة ديالو منخفضت وكتحافظنا على الطراوة، يعني عكس اللي درناها في الاول. اللي درناها في الاول كيكون الحليب يعني مازال سخون وما غايستافدش من العجين، لهذا كنضيفوه في المرحلة ونستمر بالعلم. كما كتلاحظوا معايا حتى كتختفى هذيك الكمية ديال الدقيق اللي كنديرو، عاد كنرجعو نديرو شي شوية في هاد المرحلة. العجين ملي كيولي كيعطي القوام ديالو مكنبقاوش نضيفو بزاف، غير القليل ونحركو بحال هاشكل. كما كتلاحظوا معايا فهذا هو القوام ديال العجين، يعني عجينه خفيفه ومازال كتلصق في اليد، يعني القوام باين على هالشكل. اما بالنسبه لكميه الدقيق اللي دخل الخليط فهي 10 ديال الكيسان ونص، يعني بقياس كاس العنبه. وكما كنذكر لكم دائما بالنسبه للكاس الى عمرته مزيان فهو كيهز 110 غرام، اما الى عمرته غير شي شويه فهو كيهز 100 غرام. انا هنايا الكاس عمرته ودخل لي 10 ديال الكيسان وواحد، يعني قريب يعمر يعني اكثر من النص. اما بالنسبه للغرام فهي كيلو 200 غرام، يعني 1200 غرام. ودائما بالنسبه للدقيق كما كنذكر لكم فهو كيختلف، انا فقط كنقربكم هكايا من الخليط. كاين دقيق اللي كيتشرب وكاين دقيق لا. وكذلك بالنسبه لحجم البيض اللي درنا، يعني كاين البيض اللي كيكون صغير وكذلك البيض اللي كيكون كبير. المهم دائما بالنسبه للقياس خصو يكون على هذا الشكل، يعني القياس خصو يكون العجينه خفيفه وكنساق في اليد. وملي كنتهي وكننظفوا اليد ديالنا لانه كيكون العجين يعني كيلتصق لانها عجينه خفيفه، ومن بعد كندهنوها هكايا بشويه ديال الزيت بهذا الشكل. ودائما كنغطيو العجينه في البلاستيك كذلك بشي منديل ونخليها ترتاح يعني تختمر، ونرجع معكم مره ثانيه. بسم الله. بعد ما اختمر العجين وضاعف الحجم ديالو كما كتلاحظوا معايا، يعني ما شاء الله، نحيدو القطعه ديال البلاستيك. وكما عودتكم دائما ضمن الحيل، يعني مره مره كنقدم لكم هكايا الحيل ديال المطبخ. اليوم ان شاء الله يا ربي جبت لكم واحد الحيله اللي غنديروا فيها هذا البريوش، ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم. عندي هنايا كراتان ديال الحليب كما كتلاحظوا على هذا الشكل، يعني ملي كنشربوا كاين الحليب كنغسلوهم وكنحتفظوا بهم. يمكنكم يعني تقطعوهم كما حبيتوا هكايا،
ولا على شكل طولي كما كتلاحظوا، يعني انا عندي كميه كثيره هكايا، ملي كنبغي هكايا نحضر بهم شي وصفات كنبقى نشرب الحليب وكنغسلهم وكنحطهم. بالنسبه لهاد الطريقه هذه، يعني الا بغيتو هكايا تقطعوهم ويبقى لكم على هذا الشكل، يعني ملي كنجيو هكايا نشربوا الحليب مكنفتحوش يعني فتحه كبيره، كنفتحوها غير صغيره بحال الشكل، ومن بعد كنثنيو على هذا الشكل. اما هذه يعني كنحرفوها بهذا الشكل على حد حليب، وهذه كتكون كبيره، نديروا لها كاين شقيقه لان كيكون هنايا عندها البلاستيك بهذا الشكل. كذلك يمكن لكم ديروا القوالب اللي كتكون على هذا الشكل، ولا اللي دايره كما حبيتوا، هذه فقط كتبقى ضمن حيل ديال المطبخ. اللي ما عندوش القوالب يديرها، واللي ما عندوش حتى هو يديرها. ممكن لكم ديروا كاين كميه كثيره وحجمها كمختلف، يعني من الاصغر الاكبر كذلك بهذا الشكل، يعني عندها بزاف ديال الاشكال. المهم انتم كيبقى لكم الاختيار في هذه النقطه، ديروها يعني فاش ما حبيتوا، ولكن انا كنصحكم بهذه القوالب لانه كيجيو رائعين. المهم ان شاء الله يا ربي غتشوفوا معي. اول حاجه كندهن كي القوالب شويه ديال الزيت، يعني غندوز عليهم كاملين وندهن، يعني ما غنديروا لا ورق لا حتى حاجه، لان هذا الكراتان ديال الحليب كيكون عنده كي واحد بحال الالومنيوم، كيكونوا مغلفين يعني صحيين، واخا كيطيبوا يعني ما كيحترقوش. ممكن لكم ديروا فيهم اللي حبيتوا، انا سبق اللي درت فيهم كيكه. المهم انا عزازين عليا كي تجارب، ودائما كنبغي كي نجيب الجديد ونجرب الوصفه ونشاركها معكم. بالنسبه لهاد الكراتان ديال الحليب، يعني النصيحه اللي نقدر نقدم لكم هي ملي تشربوا الحليب هكايا نظفوهم، ما تخلوهمش هكا بلا تنظيف لانهم كيديروا الريحه. نظفوهم حلوهم هكايا عاليين شي شويه ونظفوهم مزيان بالماء والصابون ولا بجافيل هكايا، كما كنعرفوا يعني الحليب كيكون هكايا شويه فيه الريحه، واحتفظوا به. بسم الله، هنايا كندهن اليد ديالي بشويه ديال الزيت لان عجينه يعني خفيفه يعني بحال هذا الشكل، ومن بعد كنبقى كنهز كميه، نقطع هكايا كميه ديال العجين، ودائما كندهن يدي بالزيت، يعني الكويره كما كتلاحظوا يعني على هذا الشكل. بالنسبه لهاد الكويره غنديرها هنايا، ما كنديروش بزاف لان رجينا يعني بعد ضعف الحجم ديالها وغتختمر. نحاولوا هكايا نلعبوا بها في اليد ديالنا بهذا الشكل، ومن بعد نحطوها في قالب نحاولوا هكايا نسويوها. كما كتلاحظوا معايا هذه هي الكميه اللي غندير، يعني ما غنزيدش نعمر اكثر من هكا لاني بغيت نخلي الفراغ باش غير يختمر العجين ويضاعف الحجم ديالو على هذا الشكل. اما بالنسبه لهذه الكرتونه الكبيره، يعني الكويره تكون بهذا الحجم، ما تكونش كبيره بزاف. دائما كنديروا الزيت في اليد ديالنا يعني بسخان، وكنبقاو كنلعبوا بالعجينه هكايا على شكل طولي، ومن بعد نحطوا العجينه. بالنسبه للكراتان يعني ما كنعمرهمش بزاف، يعني من الافضل هكايا باش ما يفيدوناش ملي يكونوا كيطيبوا. كما كتلاحظوا كنخليهم بهذا الشكل، يعني تقريبا هكايا جوج سنتيم ولا ثلاثه اللي غتخمر فيه العجينه وغتدخل الفران وغنتافق مره ثانيه. وهنايا اللي بغا نحضر معكم هاد الكريبمات اللي كيكونوا على هذا الشكل، يعني دائما كنديروا هكايا الزيت في اليد ديالنا لانها عجينه خفيفه بزاف، ونديروا هكايا واحد الكويره. يعني بالنسبه للخدمه كنخدموا هكا بالعين ديالنا، خصنا نخليوها هكا واحد المسافه اللي غتختمر فيها العجينه، وكذلك غنتفق في الفران، لهذا يعني كيبقى على حساب الكرتونه شحال قطعتوهم. بالنسبه للكراتان هذا ما لا تقطعوهمش هكا وتخليهم طوالين بزاف، اجيو هكا على حساب القياس ديال الحليب كما كتلاحظوا، يعني الصوره واضحه. وهنايا غنجيو غندير كويره وغنحاول هكا نديرها في الوسط، ولا جاتني يعني عامره بزاف غنقص منها لانني بغيت يعني العجينه فين تختمر. كما كتلاحظوا دابا قياس مزيان هو هذاك، يعني مازال التاسع. بنفس الطريقه نجيب هكايا كويره، بحال هاد الشكل. دائما ملي تكونوا كتخدموا يعني ديروا الزيت في اليد ديالكم يعني بكثره، لانها عجينه خفيفه هكايا، وندير الحبه بحال هاد الشكل. يعني اللهم يبقى هكايا تاسع في الكرتونه ديال الحليب، ولا نعمروا الكرتونه بزاف ويفيض منها كما يختمر، ولا من ندخلوا الفران. وبنفس الطريقه غنستمر حتى نكمل الكميه اللي عندي. بسم الله، هنايا كما كتلاحظوا يعني من بعد ما درت العجين كامل، عندي هنايا شويه ديال الشوكولا حبيبات ولا الشوكولا اللي كتكون في كوكيز، غندير هكايا شي حبات. وممكن ديروا هاد الشوكولا يعني حتى في العجين من الداخل حتى هي كتجي زوينه. دابا غنغطي العجين بقطعه ديال البلاستيك وكذلك قطعه ديال الثوم، نخليه حتى يختمر شي شويه، يعني ماشي بزاف تقريبا واحد 15 دقيقه ولا 20 دقيقه. نرجع معكم ان شاء الله مره ثانيه.
وهذا هو العجين. بعد ما اختمر كما كتلاحظوا معايا ما كنخليوهش بزاف، تقريبا هكا واحد 15 دقيقه. دابا غندخلوا الفران اللي شعلته من قبل بالنسبه للشعله، يعني تكون الشعله منخفضه، نحطوه في الجهه الفوقانيه ونخليوه حتى هكا يطيب. وكما كتلاحظوا يا احبائي فهذا هو الشكل ديال البريوش من بعد ما خرجته من الفران، كيجي هائل منتفخ على هذا الشكل، يعني كيجيو هاد الكراطم ولا هاد العبوات ديال الحليب، يعني كيجيو عامرين. وكذلك بالنسبه للكراط الكبار ولا متوسطين، نوريهم لكم جميع الجوايع. فقط عندي ملاحظه، الا بغيتوها كي ما يجيكمش الكراطم يعني عامرين بزاف، نقصوا من الكميه، يعني من الافضل يجيكم هكا الله عامرين. كما لاحظتوا انايا واخا درت كميه قليله، فما ان شاء الله يعني كيزيدوا وكيختمروا وكيتفاعلوا، يعني كينتفخوا، ما تخافوش منهم، ولكن يعني من الافضل هكايا. المهم الا حبيتوا يعني ما يجيكمش هكايا يعني عامرين بزاف على الشكل، يعني كيعمارو ما فاضو ما حتى حاجه، حتى كيهبط هكايا الكميه على الكرتونه ديال الحليب. المهم انا هكا كيعجبني الشكل ديالهم، يعني يجيو عامرين على هذا الشكل ومنفوخين. وانتم الا حبيتو هكايا ما يجيوكمش عامرين، يعني نقصوا شويه من الكميه ديال العجين كما لاحظتوا معايا، واخا كانت كميه قليله تبارك الله ما شاء الله يعني ارتفعت. بسم الله. دابا غنحل معكم وحده وتشوفوا، نحلها هكايا بالمقص وبالسكين، يعني من الافضل تخليهم حتى يبردوا شي شويه على الاقل. هاد الشوكولاط ديال الكوكيز اللي درنا لهم يعني ما يبقاش هكا كيذوب ولا كيسيح في اليد ديالكم. وما تنساوش يا احبائي هذه فقط ضمن الحيه اللي كنبغي نشاركها معكم، يعني دائما الانسان خاصو هكا يسهر على جديد، وانا كنبغي هكا ندير افكار يعني تكون هكا مزيونه وفي نفس الوقت يعني نستافدوا منها. كما كنلاحظوا معايا يعني ما شاء الله، وهذا هو الشكل ديال المنصال، ما احترقوه ما حتى حاجه، وانا طيبته من غير في الفران العاديه، فقط الشعله كتكون يعني ناقصه لاقصى درجه. وفي الاول ملي ندخلو من الفران يعني ديك 20 دقيقه ولا نص ساعه تقريبا، ما كنحلوش عليه من الفران نهائيا بحال شي كيكه، تنخليو حتى ينتفخوا، ومن بعد نجيبو هكا شي كاردو ولا شي قدمت شويه بحال الكيك ونبقى ندخلو هكا فيهم. الا خرجنا شوف معني صراحه نطابو او شوفوا هكا من الجوانب حتى يبانو لنا هكا يتحمروا، يعني من الافضل. المهم بالنسبه للطياب يعني كيبقى على حسب العين ديالنا، فقط خاصها تكون شعله منخفضه اهم حاجه، يعني خاصها تكون شعله منخفضه لا بالنسبه للحلويات ولا بالنسبه كي البريوش الاشياء اللي كنحضروهم كي يعني كيحتاجوا الطياب، بغيناهم كيجيو غير مذهبين. بالنسبه لمراحل ديال الطياب فهو مهم جدا، يعني بالنسبه لهاد البريوش خاصها تكون النار منخفضه لاقصى درجه باش هكايا يطيبوا على خاطره وينتفخوا على هذا الشكل كما كتلاحظوا معايا. بسم الله. دابا غنحلها معكم وتشوفوا، هذا هو الشكل ديالهم من الداخل، طايبين من هذا الشكل ومنفوخين ما شاء الله. الا بغيتو هكا يجيكم طريفات ديال الشوكولاط من الداخل، يعني الشوكولاط ديال الكوكيز، يمكنكم ديروهم، يعني كيبقى لكم الاختيار. ونحل معكم هذه، يعني من الضروري هكا نضربوهم الجوانب بالمقص كما لاحظتوا معايا، يعني ما كيلصقوا ما حتى حاجه، كيجيو محمرين رائعين على هذا الشكل من الاسفل. وهذه هي الكرتونه كتبقى على هذا الشكل. وهنا يا احبائي غنحل معكم هذه باش تشوفوا ايضا شكل ديال الكيك كيجي من الداخل، هي من الافضل كما ذكرت لكم تخليوها حتى كتبرد لانها كتجي افضل، ولكن بغيت نحلها لكم تشوفوا الشكل ديالها، يعني كما عودتكم دائما تشوفوا الوصفه من الداخل باش نتوما كتحكموا عليها. وهذا هو الشكل ديالها طايبه. وهذه يا احبائي كانت وصفتنا اليوم ولا فكرتنا اليوم ضمن الحيل ديال المطبخ، نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم الوصفه ديال اليوم وتجربوها. اذا عجبتكم الوصفه كما العاده ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء، اذا كنتوا جداد شاركوا في القناه، فعلوا جرس التنبيهات باش توصلوا دائما بكل جديد. دابا ما بقى لي الا نوداكم عواشتكم بروكه، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر فكره ثانيه. مع السلامه.